أبوك عارف باللي صار؟ شو كان رأيه؟ عم بيحملني المسؤولية على اللي صار مبارح. مسؤولية؟ ايه شفتي مبارحة جاي شحادي حاكيني بالدين وعامل حاله بطل وبده يخانق. اصلا من هلا ورايح ما عاد بدنا نطالبه. ما بدكم تطالبوا؟ شو بده يصير لك؟ مو مستاهل حتى الحكي فيه. طبعا. مين هنن حتى تحكي عنهم؟ فريحة ما بدنا نرجع نحكي بهذا الموضوع. مالنا مجبورين نحكي فيه. شو يعني مالنا مجبورين نحكي فيه؟ كل هالقد انت قاسي؟ انتي القاسية. مسكي هذا المشروع خليه عندك اليوم. بقي النقطة الأخيرة. رح فرجيكي التوزيع حتى المسا ما تتخبطي. اترك هلا المشروع وما تغير الموضوع. ليش هنن ما بيستاهلوا الحكي؟ لأنه هنن ما معهم مصاري؟ لأنه ما بيسدوا الديون اللي عليهم برياحة؟ فريحة الزلمة سرق سيارتي. ومبارح إجاني وتخانق معي. انتي ليش عم بتدافعي عنه؟ وغير هيك مانو فقرة مثل مالك مفكرة. الأب بواب وأكيد عم بيشتغل الابن. يعني؟ أبوك صحيح بيكون نبهك. أنت ما بيصير تتعامل مع بواب. ما عندهم لا مصروف كهرباء ولا مي ولا غاز، والخبز والأكل من عند الناس. لك أنا ماني متذكر حديثي مع أبي اليوم الصبح، وأنت مو نسيانة الحكي اللي حكيناه من شهور؟ أنت صايرة كتير عم تزيديها. تصرفاتك انت وابوك مزعجه كثير امير. ليكي انا بقدر الفوارق الموجوده بين الناس ومبسوط بهالشي، بس انت عم تزيديها فريحه. معقوله جاي تعصبي علي كرمال واحد ما بيسوى قشره بصله وما بينحكى معه؟ شو هالحكي هذا يا؟ شو هالقسوه هي؟ ما بصير نحكي معه لانه مو محظوظين مثلك؟ وما عندهم عيله مثل عيلتك وخلقوا بيتموا في معلقه من ذهب؟ ليكي ما بدي اصدمك بالحياة، بس الحياة أقسى مني بكتير. لا تضحكي على حالك. سهلة كتير انك تدافعي عنهم وانت قاعدة. روحي صيري مثلهم وجربي تعيشي حياتهم. بتقدري؟ ردي علي. انت عن جد صدمتني بكلامك امير. عن اذنك فريحة نحن شو عم تساوي هلا؟ انت ملاحظة انه عم نتخانق كرمال ابن البواب الحرامي؟ فريحة تعي لهون. فريحة تفيكي هدول. حبيبتي ناوليني البيض من البراد وبدي تجيبي لي ابريق المي كمان. أنا رفيق فريحة خانم، دقيت الباب بس ما لقيت حدا. لو سمحتي بس تشوفيها ممكن تعطيها هدول؟
معليش. لا تأخذني، إيدي مبلولين مثل ما أنك شايف. شكرا كثير، يعطيك العافية. أمير وينك أنت؟ أنت أمير صراف أوغلو؟ إيه نعم. في شخص مقدم حقك شكوى ولازم تجي معنا هلأ على قسم الشرطة. أمير؟ أمير؟ ما في شي حبيبتي، شو السبب؟ بدنا نراجع إفادتك القديمة اللي قدمتها بحق محمد يلماني. شو؟ ما تخافي، أنا ما بعرف واحد اسمه محمد يلماز. أمير بيك، بيكون أفضل إذا بنحكي هالشغلات عنا بالقسم. يبدو ما فهمتوني، قلت لكم ما بعرف حدا اسمه محمد يلماز. الشخص يلي عم نحكي عنه هو يلي أنت سبق وقدمت شكوى ضده بتهمة سرقة سيارة. وهلا رجاء تعال معنا، وما في داعي تعرقل عملنا. أنا ما عم بعمل شيء، ماشي جاي، بس رح بطلع مثل ما أجيت، وأنا ما ضربت حدا. تفضل. ما تخافي حبيبتي، انتي روحي على البيت وانا اول ما اطلع مر عليكي. المحرس رايح شوف اللي على الباب شو حاكين. شو لهلا ما فطرنا فطور ملوكي؟ منروح على الساحل وبناكل شي لقمه. انا ماني جوعان امير. بس انت ما اكلت شي. مو جاي على بالي، شو هالحياه يا ولك؟ انا شو اللي شغل مع هالزلمه؟ ليش تخليهم يقتلوه؟ هدي اعصابك امير شباك، اهدى. you
دقيت لك وما رديتي وما رجعتي دقيتي. نمشي شوي على الشط. أهلا وسهلا فريحة. ثواني رح أخذ المفاتيح. نحن طالعين. بسبب الشخص اللي سرق لي سيارتي، والشخص الوحيد اللي كنت بتمنى يكون جنبي هو انت، بس ما كنت موجودة. فريحة ليش ما عم تطلعي بوشي؟ طلعي فيني. انت شكلك ما عم بتصدقيني. انت مفكرة انه انا يلي قلت لهم يضربوه؟ امير انت مو مصدقتيني. امير انا مصدقتك.